تم مجلس المدينة طرح مشروع تطبيق قانون جديد كيحذر من نشر غسيل الملابس على نوافذ المنازل والشقق وعلى واجهات العمارات. نزل طاقم شوف تيفي لشوارع مدينة البيضاء باش يشوف رأي المواطنين في الموضوع، واش مع غرامة 100 درهم مازال غينشرو بهذه الطريقة؟ يبقاو ينشرو، يبقاو ينشرو، اللي ما عندوش فين ينشرو كيفاش غايدير؟ يبقاو ينشرو، الحين اللي عنده الضيق ما عندوش فين ينشرو، ما كاين لا الصاح لا والو، يعطيوه اللهم وكاك ولا فين غينشرو؟ ما عندوش شي حل، كاين شي حل ما كاينش، هاد الحومة كلشي هنا السباتة كلشي كينشرو هاد الشراجم، أكثرية كينشرو هاد الشراجم بزاف، كاين اللي ما عندوش الحق ينشرو في السطاح، كاين اللي ما يقدرش يطلع للسطاح، شي مرة كبيرة ولا ما عندهمش فين ينشرو أصلا. إلا ما نشرو في الباركون فين غادي نشرو؟ مع الطاهرة عادي، كنشر، في الباركون، عادي ماشي مشكل خلصوها، كل مرة نخلصوها ما عندناش مشكل. نشر العشوائي للملابس في النوافذ كيسيء المنظر المدينة، هكذا كان تجاوب بعض المواطنين اللي متفقين على تنفيذ هاد الخطوة الإيجابية واللي في صالح المنظر العام للمدينة. غادي يخافوا باش يعطيهم 100 درهم، بطبيعة الحال، كل واحد تيخاف على جيبه. ما بقاش الناس غادي يشربوا في الشراجم، كل واحد عنده السطاح ديالو، ما كانش الدار اللي ما عندهاش السطاح، حيت داك الشيء من النظافه. انا كنت داك النشر العشوائي، كنظن لا، بالنسبه الى فرضوا عليهم بروسي، ما تكون نشر داك النشر ديال العشوائي، يعني الناس غادي يخافوا انهم ينشروا الى كان بروسي. انا مع الحكومه في هذا القانون هذا، لان مثلا الناس اللي كينشروا على الزنقه، اول حاجه كيعطوا واحد المنظر المدينة ماشي في المستوى بالنسبة للزائرين والسياح. ثانيا كيتوسخوا لهم حوايجهم بالغبرة، لا من صحاب الحمامات ولا من صحاب الفرناتشيات ولا الغبرة ديال السيارات. إذا كانت غير 100 درهم قضية سهلة، يا نورمالمون خصو يديروا لهم 1000 درهم و 2000 درهم، حيت 100 درهم غيبقاو ينشروا الناس، لأن كيقولوا كيف والو. وهنايا بالتجربة باش الناس يديروا داكشي اللي بغيتي ضروري مس لهم الجيوب ديالهم، الجيوب ديالهم بغرامات عاليه بحال السيارات ديال الطوموبيل. ملي كيجيك بروسي 500 درهم ما كتبقاوش تعاود دير المخالفه، وفي هذا الشيء ديال نشر الحوايج الا جاتهم 1000 درهم ما غيبقاوش ينشروا. لا عطيتهم 100 درهم غيقول لك انا ضد، فين عطيه 100 درهم ونبقى نشر. دونك كنظن خصهم يزيدوا في الغرامه شويه طلع. واخيرا اراء المواطنين قسمت، فكاين اللي قال انه هذا القرار ما مناسبش كون الظروف هي اللي كتخليهم ينشروا في النوافذ، اما من جهه اخرى فبعضهم متفقين ومتحمسين لتطبيق هذا القرار، وبعضهم كيطلب غرامه تكون اكثر من 100 درهم مقابل مدينه جميله ومنظمه.